السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسباب نقص ماء الراديتير. يعرف الراديتير على أنه ذلك الجزء الموجود في السيارة والذي من شأنه العمل على تبريد المحرك وخفض درجة حرارته خلال عمل السيارة، ولكن قد يتعرض هذا الجزء إلى بعض المشاكل التي تؤثر على سير عمل السيارة بالشكل الصحيح. ولعل مشكلة نقص الماء في هي من أكثر المشاكل شائعة الحدوث، والتي سنتعرف عليها خلال هذا الفيديو على أسبابها. أسباب نقص ماء الراديتير: هناك مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى نقص الماء من الراديتير، والتي نذكرها في النقاط التالية: وجود عطل أو مشكلة في منظم الحرارة في السيارة. الثيرموستات هو الجزء الذي يعمل على تنظيم درجة حرارة الماء من بعد أن يدخل في الراديتير، وبالتالي سيؤدي أي خلل في هذا الجزء إلى نقص الماء. ويجب أن يكون الثيرموستات أول ما يجب فحصه في حال حدوث هذه المشكلة. مشكلة في الأنابيب أو الخراطيم المرنة الموجودة داخل الراديتير والمصنوعة من المواد المقاومة للحرارة العالية أو الباردة، فقد يكون فيها ثقب أو أي مشكلة أخرى، الأمر الذي من شأنه التأثير على كمية الماء. ولتفقد هذا الجزء من السيارة من الممكن استخدام الماء الأخضر، احتواء نظام التبريد على كمية من الهواء والتي تؤدي إلى نقص الماء من الراديتير، حيث إنه من الممكن تفحص هذه المشكلة من خلال الذهاب إلى الفني أو المصلح الخاص. وجود تهريب في الراديتير نفسه، وفي هذه الحالة يجب القيام بتغيير الراديتير بشكل كامل، وذلك للحرص على التخلص من هذه المشكلة بشكل نهائي، حيث يتم التحقق من المشكلة من خلال عرضها على الفني أو الميكانيكي. عطل في مضخة الماء التي ترتبط مع محرك السيارة حيث إنها قريبة منه، وفي هذه الحالة يجب تفحص هذا الجزء للتأكد من عدم وجود أي مشاكل فيه. ومن الجدير بذكر أن نسبة حدوث هذا الخلل أقل من نسبة حدوث المشاكل السابقة. مشاكل في المروحة، حيث تعتبر المروحة الجزء الذي يعمل على تبريد السيارة، وهي واقعة في الجزء الأمامي من السيارة، حيث يجب تفقدها من خلال عرضها على الميكانيكي. ثقب أو انبعاج في مطرة الماء الموجودة في السيارة، والتي قد تتطلب إعادة إصلاحها أو إزالتها بشكل كامل واستبدالها بمطرة جديدة. استخدام المكيف بكثرة سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، حيث إن المكيف يستهلك كمية لا بأس بها من الماء، الأمر الذي يؤدي إلى نقصان الكمية في الراديتير. تلف الراديتير نتيجة استخدامه لفترة طويلة، حيث يجب التأكد من عدم اختلاط زيت المحرك مع الماء. تلف في القطعة التي يتم استخدامها لإغلاق الراديتير، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تبخر كمية الماء، وبالتالي التأثير على باقي أجزاء السيارة والتي قد تتعرض بدورها إلى التلف. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم.